السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم أينما كنتم في هذه الحلقة المتجددة من برنامج فقه الصيام مع فضيلة الشيخ الدكتور مشعان العساوي عضو المجمع الفقهي العراقي وأيضا عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي. أهلا بسماحتكم معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا حياكم الله. بداية مشاهدينا الأكارم يمكنكم أيضا إبداء أسئلتكم واستفساراتكم عبر الاتصال على أرقام الهواتف التي تظهر أسفل الشاشة الآن، ولسماحة الشيخ لفضيلته سيجيب عليها بإذن الله تعالى مباشرة. أيضا عنوان حلقة هذا اليوم سماحة الشيخ كنا نرتأي أن نختار منه الرحمة في رمضان. الرحمة تحتاج إلى معنى كبير وتفصيل كبير أيضا، نحب نسمعه من حضرتكم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن موضوع الرحمة هي من الموضوعات المهمة جدا والمتعلقة بحياة المسلم وعبادته، سواء كان مع مولاه سبحانه وتعالى أو مع الخلق أجمعين. موضوع الرحمة أولا ينبع من قضية إيمانية، وهي أن الله سبحانه وتعالى عرف بالرحمة، وأن من أسمائه الرحمن الرحيم، ولهذا قرنت الرحمة في اسم الله الأعظم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يبتدأ بصفة أخرى من صفاته أو بأسمائه الأخرى اللي هي معلومة 99 اسما، لكن الرحمن الرحيم. وكررت هاتان الصفتان، وكلهم وثنتاهما مشتقتان من الرحمة، لتدل على مدى أهمية رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. فينبغي للمؤمن أن يضع هاتين الصفتين نصب عينيه ليعرف ما معناهما وما يتولد عنهما وما ينبغي للمسلم أن يتحلى به من صفات الله سبحانه وتعالى. لأن الحديث الذي ورد أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، معناها كما يقول كثير من العلماء أنه ليس فقط من حفظها، وإنما من عرف معناها وعمل بمقتضاها وتحلى بما يتوافق مع الإنسان. ربما قد يكون صعب يعني الأسماء والصفات لله تعالى، فلكل صفة من صفات الله ينبغي للمسلم أن يكون له حظ منها كما يقول العلماء. كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فمن جملتها صفة الرحمة. ولهذا سنستعرض بعض الأحاديث عن رحمة الإنسان، أن الإنسان لا بد أن تكون فيه جزء من هذه الرحمة، ليست الرحمة المطلقة التي تكون لله سبحانه وتعالى، فهذا أمر طبعا بعيد المنال جدا. هناك حديث سمعت فضيلة الشيخ الدكتور يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى اختزل لنفسه أو ليوم القيامة 99 رحمة وأنزل رحمة واحدة. كل هذه الرحمة العظيمة لله سبحانه وتعالى، قد يكون الإنسان يعني طمعا برحمة الله ويتجه إلى المعاصي ويقول إن الله غفور رحيم. هذه الرحمة طبعا كما ورد في الحديث الذي ذكرته، إن لله 99 إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة في الدنيا يتراحم بها الخلق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها، وادخر للآخرة 99 رحمة. طبعا هذه الرحمة هناك لما يحتاجه الخلائق كلهم وفي وقت واحد، ولأن الخلائق هناك محتاجون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرها، لأن هناك إما مصيرك إلى الجنة وإما مصيرك إلى النار، فلولا أن تكون هناك رحمة سابقة من الله سبحانه وتعالى لتشمل الخلق، وإلا لذهب أكثرهم إلى النار والعياذ بالله. الإنسان مهما وصل من درجات فهو مقصر لولا أن تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد إلا وتشمله رحمة الله سبحانه وتعالى، وما أحد يدخل الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته. قال: ولا أنت رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني ليس بالعمل وإنما برحمة، وإنما الله برحمة الله سبحانه وتعالى الله. فدخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان في اليوم الواحد يستغفر أكثر من 100 مرة،
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخاف ويخشى ويبكي من ربه سبحانه وتعالى، فكيف ببقية الناس؟ فلهذا الناس محتاجون إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى هناك. سبحان الله. سمعت الشيخ، يعني اليوم إحنا بأمس الحاجة إلى الرحمة بين الخلائق. اليوم الأخوة، بلد، حرب، إرهاب، إلى ما شابه ذلك، كل هذا نحتاج إلى الرحمة. هل تعتقد أن الرحمة اليوم يعني ربما انفصلت بين الخلائق أم ما زالت موجودة تلتمسونها؟ نعم، لا شك أنه ما دام هناك إيمان عند الناس وتصديق بالله سبحانه وتعالى وكثير من الخلق لا يزالون في خير مهما كثرت المعاصي والذنوب والظلم والاضطهاد، هناك كثير من القلوب تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتمتلئ رحمة، فهذه الرحمة موجودة ما دام الإيمان موجود، فالرحمة موجودة. أضف إلى ذلك أنها هي أيضا قضية فطرية، يعني قضية فطرية أن تكون في قلبك رحمة، لأنك ما دمت إنسانا فأنت محتاج إلى الإعانة، إلى أن تستعين بالله سبحانه وتعالى أن يتغمدك برحمته، فتشعر بأن هناك من يحتاج إلى معونتك وأن تمد له يد الخير، وإلا لو ذهبت الرحمة من الناس والعياذ بالله لأصبح الناس في جحيم لا يطاق. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، الذي يريد الله سبحانه وتعالى شقاوته ويكون من أهل النار ويبعده عن الجنة، هذا لا تجد الرحمة في قلبه. وما دام المسلم يعبد الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمته، لا بد وأن أنه يكون هناك في قلبه جزء من الرحمة. نعم، قد لا تكون عند كل الناس، ولكن عند البعض موجودة والحمد لله. تجدها عند العالم أو عند غير العالم أو عند الإنسان العامي، هناك رحمة كثيرة عند الناس والحمد لله. هل تدخل اليوم الرحمة اللي نتحدث عنها في السلم المجتمعي والأمن المجتمعي أيضا، ربما نحتاج إلى هذا في التعامل؟ والله من الضروري جدا أن يفهم الإنسان أنه لا يكون هناك سلم اجتماعي ولا يكون هناك سلام عالمي ولا تكون هناك مصالحة وطنية أو غير ذلك ما لم يكن هناك نزعة في قلب المؤمن على أخيه الإنسان بصورة عامة، بصورة عامة، أن تجد في قلبك رأفة ورحمة على الإنسانية بصورة عامة. فإذا نزعت هذه طبعا تنشأ الحروب وتنشأ بعد ذلك المشاكل وغير ذلك. فحينما يشعر الإنسان أنه يعيش مثلا في بلد متنوع الأعراق، متنوع الأديان، متنوع المذاهب، لا بد وأن يكون هناك رحمة في أن يتعامل مع الخلق أجمعين، يعني حتى أهل المعاصي والذنوب والعياذ بالله الذين يعني أغرقوا في المعاصي والذنوب، لا بد أن تكون هناك رحمة في قلبك عليهم، ترحمهم من أي شيء، ترحمهم أولا لأنهم وقعوا في المعاصي والذنوب، كما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه رجلا نصرانيا عابدا وقسيسا، فنظر إليه فبكى سيدنا عمر رضي الله عنه، قالوا له أتبكي على هذا النصراني؟ قال أبكي على تعبه وعبادته أنها ستذهب سدى. وفي مرة من المرات سيدنا عمر رضي الله عنه رأى رجلا يتسول وهو شيخ كبير، قالوا ما هذا؟ سأل من هذا؟ قالوا هذا رجل من أهل الذمة. قال وما باله؟ قال رجل كبير ليس عنده مال فيطلب من الناس أن يساعدوه ويرحموه. قال فصاح على حاشيته، قال اجعلوا له من بيت المال حصة. لما كان شباب أخذنا منه الجزية، ولما كان شيخا نتركه. سبحان الله. هي هذه فجعل الرحمة. نعم. فهذا الرحمة الأمر حينما يكون في قلبك رحمة للآخرين، لا بد وأن تتساعد من الآخرين، كل على حسب حالته. شكرا لسماحتكم على هذا التوضيح. لندخل معنا الأخ فاروق. السلام عليكم.
أخ فاروق. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. حياكم الله يا أخي العزيز، حياك الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلم على الشيخ. عليكم السلام. حياك الله. سلمك الله شيخ، شلونك؟ شلون صحتك؟ اهلا ومرحبا، حياكم الله. مرحبا، حياكم الله. يا اهلا وسهلا. سؤال على مد الزكاه. نعم شيخ، احنا من محافظتي على نازحين. نعم. عندنا 150 راس غنم. والغنم هسه كلها ضمان، يعني ضمان شهريا نضمن لها صيف بشتا كلها ضمان. واحنا 14 نفر وبرقبتنا ايتام، يعني هل يجوز نزكي من عندها؟ طيب، واضح هذا الشيخ سؤال؟ لا عيد. نعم. اخ فاروق، يعني انت عندك 150 راس غنم. نعم. وانتم الان نازحين، مو جوا ايدكم هذه الاغنام موجوده ولا لا؟ نعم موجوده. موجوده. طيب، تريد تسأل عن كمية الزكاة؟ نعم نعم. طيب شكرا. عندك سؤال آخر؟ رحم الله والديك. شكرا جزيلا، شكرا لك. نعم فضيلة الشيخ، يعني بخصوص الزكاة لمن يمتلك 150 من الغنم، كم تجب الزكاة عليها؟ الأصل أنه إذا امتلك الشخص 150 راس غنم أنه عليه شاتان. إيه نعم، الأربعين شات واحدة، والمية وأربعين علي شاتين. من 140 إلى 200 يعني تبقى شاتين، 201 يصير ثلاث شياع. نعم. إذن راسين غنم اثنين. لكن هو الرجل ذكر أنه حالتهم الفقيرة وأنه كذا، حقيقة ما ينظر إلى هذا، يعني ما دام الله سبحانه وتعالى قد جاد عليهم بهذا المال فالفقراء لهم حق فيه. نعم. لكن أكو هناك مسألة، يعني ربما السائل ما بينها، هو هل أنه هذه الأغنام تعيش على علف بحيث أنت تصرف عليها أغلب السنة؟ فإذا كنت تصرف عليها أغلب السنة فلا زكاة عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الغنم السائمة زكاة. السائمة اللي ترعى رعي طبيعي، ترعى رعي طبيعي يعني أغلب السنة وأغلب الأيام ترعى رعي طبيعي، فيكون مصروفها قليل على صاحبها. أما لو كان ولا يقول لك احنا نزرع شو اسمه ونشتري لها حشيش ونشتري لها علف ونشتري لها كذا، فإذا كان يصرف عليها أكثر السنة، نعم إذا كان يصرف عليها أكثر السنة فتعتبر زكاة. غير سائمة فلا زكاة عليها، وإن كثر عددها فشرط نصاب شرط زكاة الأغنام هو أن يكون هناك سوم، أن ترعى مراعي طبيعية. أما إذا كلفت صاحبها ربما ملايين فيكون معفوا عنها. نعم. طيب شكرا لسماحتكم. سماحة الشيخ، نتحدث عن الرحمة، يعني الله سبحانه وتعالى يعني في مسألة شهر رمضان يعني أوسطه أو أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. نعم. أيضا استقبلنا هذا الشهر بالرحمة. نعم. الحقيقة هو هذا حديث معروف مشهور يعني وكلماته واضحة أنه يعني تدل على تقسيم الشهر، لكن الحديث يعني ليس ثابتا صحيحا، يعني فيه ضعف يعني. نعم. نعم. لكن واضح رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الرحمة الحقيقة هي غير المغفرة. المغفرة غفران الذنوب، الرحمة أوسع. الرحمة تشمل هداية الله سبحانه وتعالى من رحمة الله، الخير والعطاء الذي ينزل إلى الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، تهيئة الناس لقبول الصيام هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى كما ورد في حديث آخر قال إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك الجو على أن تعبد الله، يهيئ لك الجو على أن تنفق، يهيئ لك الجو على أن تتصدق، وهكذا. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلا لو تركك إلى نفسك لربما ما قدرت على ذلك. ولماذا الإنسان يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أمدا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن من علينا
وساقنا إلى عبادته وجعلنا وجعل في قلوبنا أن نعبده وأن نصوم لله سبحانه وتعالى. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو سلط علينا الشياطين وأبعدتنا عن طريق الله سبحانه وتعالى. ولهذا من رحمتي كما في الحديث الصحيح الآخر يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب النيران، فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإلا لكنا غير صائمين ومع أهل الله والمجون والعياذ بالله، يمر عليهم رمضان وكأنه ليس هناك رمضان. فالحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وهذه من رحمته سبحانه وتعالى. سمعت الشيخ، يمكن أيضا يعود أن الأخ فاروق لديه مداخل أخرى. الأخ فاروق، السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. تفضل. بس أكو نقطة توني نسيت أقولها، والشيخ طرق لها. نعم. مشكور عليه رحمة الله والديه. نعم. إحنا بالشهر ضمان نضم للفن بالشهر ندفع 2000 دينار. هذه مال شنو 2000 يعني دينار؟ يعني عندنا 150 ندفع 300,000 بالشهر، يعني صيف شتي هذه مستمرة، وما عدا علفها شراية وعلاجها شراية. واضح يا شيخ؟ نعم. هو كما قلت، ما دام انت تصرفون عليها والعلف من عندكم اغلب ايام السنه، فهذه ليس عليها زكاه. لكن اقول يعني اذا يعني اردتم ان تتصدقوا، وانت كما تعلمون ان الصدقه تطفئ غضب الرب، فلو تصدقتم وتطوعتم هذا امر يعود لكم، لكم به الاجر والثواب ان شاء الله. اما كوجوب ليس واجبا عليكم على الحالة التي ذكرتها لك، أنه تعلفها أكثر أيام السنة وتصرف عليها بحيث يكون المصروف عليها كبير جدا. نعم، شكرا لسماحتكم. سماحة الشيخ، ما الفرق اليوم يسأل يعني ربما الإخوة، الفرق بين الرحمة والعفو؟ المغفرة ربما تكون على الذنوب، العفو والمغفرة. نعم. العفو والرحمة، ما الفرق بينهما؟ الرحمة لا أوسع. الرحمة تشمل العطاء والخير. العفو لا، يعفو عن الذنوب والمعاصي وبس يغفرها، وإنما يعفو عنها بحيث يمحيها ولا يبقي لها أثرا. ربما إنسان يغفر يسامحك لكن يبقى هناك تسجيل عليك أو معاتبة أو غير ذلك. أما العفو فلا يوجد هناك أي معاتبة على ما بدر منك. أما الرحمة لا، معناها أوسع، تشمل العفو والمغفرة، وتشمل الخير والعطاء والهداية وغير ذلك، فهي كلمة جامعة لأنواع الخيرات التي تأتيك وصرف الشر عنك. نعم، شكرا لسماحتكم. الأخ جعفر، السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. حياكم الله. تفضل. أسأل عن الحديث. نعم. كل العبادات. نعم. إلا الصيام فإنه لي وأنا عندي به. بدي أشوف شنو الفرق بين هالعبادات. طيب. والصيام. طيب. إن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ الدكتور. شكرا لك يا أخ جعفر. شكرا لك. الأخ أحمد، السلام عليكم. اللولته. حياكم الله يا أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل يا أخي. أقول سؤال عندي جزء لم تنطي زكاة لولته. المن؟ للولته. للورثة؟ لا، لولته الزكاة ما تصير. المن ما مدى أفهم صراحة. لولته الولدها. طيب طيب طيب، شكرا لك أخي أحمد. شكرا لك. طيب شكرا لك. طيب سمحت الشيخ، يعني الأخ جعفر يعني يسأل كل العبادات لابن آدم لا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. نعم، هذا ورد في الحديث. نعم. القدسي الصحيح الثابت. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أنه قال: كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول العلماء معناه أنه يعني العبادات الباقية ممكن أن يرائي فيها الإنسان البقية، بقية الناس، يصلي حتى يشوفون الناس يصلي، يتصدق حتى يشوفون الناس يتصدق، يحج حتى يشوفون الناس يتصدق، وهكذا الأعمال الأخرى. الصوم لا، الصوم
ما نعرف هل أنت صائم أو غير صائم. لو جاء الإنسان وقال أنا صائم والحمد لله، هل يمكن أن يكون غير صائم؟ ممكن أن يكون غير صائم. فلا يعرف الصائم إلا الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وكما يقول الشعراوي رحمه الله محمد متل الشعراوي، يقول عرفنا من العبادات البشرية اللي تتقدم للآلهة لغير الله سبحانه وتعالى أو لله العبادات، ما عرفنا عبادة مثل الصوم يتقرب بها إلى الأصنام أو الأوثان أو لغير الله سبحانه وتعالى. يتقربون بالصلاة، يتقربون كذا بالدعاء بالطلب، بغير ذلك بالإنفاق بالصدقات، ما يتقربون بالصيام، لأن الصيام بينك وبين الله سبحانه وتعالى. شكرا لسماحتكم. الأخ أبو عبد العزيز، السلام عليكم. عندي سؤال للشيخ بالنسبة للزكاة، بس مدفع بأنه عندي مسجد جاري بس جامع. طيب عندك شنو ملك؟ جامع جاري، أنا ينطي الزكاة للجامع فالمبلغ يكمل نواقص ماله، عندي نواقص يشيل دمي بالجامع يشيل. طيب طيب شكرا لك يا أبو عبد العزيز. عندك سؤال آخر قبل لا تروح؟ عندك سؤال آخر؟ طيب شكرا لك. أم إسلام، سلام عليكم. أم إسلام سلام عليكم. أو أم سلام، عليكم السلام. حياك الله يا أختي، حياك الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله. عليكم السلام، تفضل يا أختي. أم سلام فقط سمعيني من التليفون، وكون صوت التلفزيون بعيد عنك أو تنسليها. أي نعم يسمعك الشيخ. نعم تفضلي. تفضلي تفضلي يا أم سلام. شيخ أنا ما أعرف أقرأ، وسألت قالوا لي أقرأ تلك القرآن وتقولي على كل كلمة الله الله الله. نعم طيب. قد قالوا لي يعني من تقرين كل كلمة قولي عليها الله أنه تحسب بك أجر، هل إلي أجر لو أثن؟ طيب طيب عندي سؤال آخر يا أم سلام. ها؟ عندي سؤال آخر؟ لا والله بس هذا. حياك الله، تسمعين الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ دكتور، شكرا لك. طيب فضيلة الشيخ، الأخ أحمد يقول، أو جعفر العفو، كنا نتحدث عن العبادة أن الله سبحانه وتعالى اختزل الصيام له لوحده فيه الأجر والثواب. أخ أحمد يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للجامع؟ الزكاة الواجبة لا، لا يجوز إعطاؤها للمساجد. هذه تعتبر من الصدقات البقية تصدق بها الإنسان. أما صدقة الفطر هذه لا يجوز أعطاها للمسجد، وكذلك زكاة الواجبة لا يجوز أعطاؤها للمسجد، لأن هذه الله سبحانه وتعالى خصصها وقال إنما الصدقات الزكاة وغيرها للفقراء والمساكين وعدد أصناف الثمانية، وليس منها المساجد. يعني يريد ينطي المسجد كصدقة. نعم. صدقة وليس زكاة، تبرع له أجر وثواب. نعم. أبو عبد العزيز يسأل عن يعني العفو، أبو عبد العزيز يسأل عن الزكاة للجامع. الأخ أحمد كان يسأل عن إعطاء الزكاة للأولاد، هل يجوز إعطاء الزكاة للأولاد؟ لا، الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع، لا للآباء والأمهات ولا للأبناء والبنات، لأن هؤلاء حينما يفتقرون يجب على الآباء أن يتصدقوا على أن يعطوهم نفقة. نفقة هؤلاء الأولاد حينما يكونون محتاجين تكون على والديهم، ولذلك لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لهؤلاء، لأن من تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه زكاتك. إذا كانوا متزوجين مثلا. نعم. يعني إذا كانت البنت أرملة وساكنة عند أهلها، أو ابنهم يعني زوجته مو موجودة أو عنده أطفال، يعني من هذا لا يجوز للأبناء والبنات لا يجوز. طيب. لكنه لو كان مثلا هناك يعني تقول أنه بنتي عند زوجها وزوجها كذا حالته أموره يعني ضعيفة شوية كذا، يعني ومحتاج الزوج يعني ويريد يعطي الزوج للزوج وليس لبنته، يعطيها للزوج، فهذا جائز. خلاص هو الزوج يعتبر محتاج فيعطي على أنه محتاج، خلاص ما دام محتاج زكاة. نعم يجوز زكاة، أما نعطي مباشرة لبنتي لا يجوز. نعم طيب شكرا لسماحتكم. الأخت أم سلام أو أم سلام تقول يعني أنا لا أعرف أقرأ القرآن.
وقيل لها كل كلمة يعني في المصحف قولي كلمة الله لفظ الجلالة الله، فكيف تتعامل مع ذلك؟ هل فيها أصل في ذلك؟ بالنسبة لقراءة القرآن الأخت السائلة، الآن الحقيقة أكو يعني وسائل كثيرة لسماع القرآن الكريم من التلفزيون أو من الموبايل أو غير ذلك، فيمكن لهذه المرأة إذا أرادت الأجر والثواب أن تستمع لقراءة القرآن ولها فيها أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. المستمع كالقارئ إذا هو ما يعرف ويستمع ويتدبر له أجر إن شاء الله قراءة القرآن. أما هذه الصورة اللي ذكرتها أنه عند كل كلمة تضع كلمة الله، ما واردة هذه ما واردة. لكن لو تقول أنا بس أفتح المصحف وأنظر إليه في بعض الأوقات كذا باعتبار النظر إلى المصحف عبادة، هذه حقيقة أجازها بعض العلماء. أما الصفة اللي ذكرتها المرأة ليس لها أصل في الشرع أن تضع على كل كلمة الله، فهي أنصحها أن تستمع لقراءة القرآن وإن شاء الله تتنزل عليها الرحمة إن شاء الله. يعني إذا كانت تبحث عن وسيلة أخرى للتعلم للقراءة القرآن وكانت تسمعه ربما أو كذا ربما صعب، تستمع الحمد لله الآن إن شاء الله بالتلفزيون بالموبايل بغير ذلك، تستمع لها يومية جزء نص جزء وغير ذلك إن شاء الله تكون مأجورة عليه. هناك من يتحدث سماحة الشيخ بخصوص مسألة قراءة القرآن، يعني يقرأ القرآن في المصحف ويتكلم مع الآخرين، أو يدخل شخص ويسلم عليه رد السلام، أو يتحدث مع شخص ما عابر، هذه الطريقة يعني قطع الآية هل جائز ذلك؟ مثلا هو في منتصف الآية في بدايتها نهايتها يعيد مرة ثانية قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكمل، كيف يتعامل مع هذا؟ هذه آداب القرآن الكريم الحقيقة، هناك آداب للقرآن الكريم كثيرة جدا باعتبار أن كلام الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون المسلم حينما يقرأ القرآن يتأدب بآداب كثيرة معه، مثلا أن يكون على وضوء مثلا إذا كان يقرأ على صدره، أو يكون مستقبل القبلة، ومن جملة ذلك ألا يقطع قراءته، ألا يقطع قراءته، استمر بالقراءة ولا يتكلم مع أحد. لكن لو قطع قراءته فقراءته صحيحة وليس عليه إثم، لكنه ليس من آداب القرآن الكريم. كلما يقطعها في نهاية الآية يعني أفضل؟ نعم، إذا كان حتى لو في نهاية الآية إذا كان الكلام ليس ضروريا، أما إذا كان الكلام ضروري يعني تريد تشوف واحد وتبلغ قضية أو راح يروح ما راح يشوفه كذا وتريد تقطع القرآن تتكلم معه لا بأس في ذلك. أما أنه كل سقاطع القرآن ومتكلم معه لا، أنت الآن بين يدي الله سبحانه وتقرأ القرآن الكريم حتى نهاية الآية لا تقطع القرآن، إلا إذا كان هناك شغل عندك مثلا ضروري أو حاجة ملحة أو غير ذلك فيجوز. أما من أدب قراءة القرآن الكريم ألا تقطع القراءة. على كل هو إذا قرأ القرآن الكريم ما يجور عليه، لأن هذه من خاصية القرآن الكريم أنك تؤجر على قراءته ولو لم تفهم معناه، حتى لو أنت لم تفهم معناه أنت مأجور على قراءة القرآن، لكن إذا كان معه فهم فيكون الأجر والثواب مضاعفا. نعم. الأخت نهلة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم حياك الله يا أختي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. عندي سؤال. نعم، يسمعك فضيلة الشيخ دكتور. نعم. أنا عندي زوجي مفقود صار تقريبا سنة وأربعة أشهر، هي شو عندي جهالة مين، وهل يستحق أخذ زكاة أو لا؟ يعني أخت بنتك هي ساكنة عندك اليوم تقصدين زكاة الفطر ولا زكاة؟ رجلها مفقود. ها رجلها مفقود. نعم نعم. أيوة عندي جهالة مين وهذا المفقود ظلت أدور له إلا نقرناه وما لقيناه. طيب. وما لحد الآن سنة ونص تقريبا صار، هل يستحق أخذ زكاة أو لا؟ نعم نعم. محتاجة. طيب. ايوه واهله حالتهم زينه. شوفي سماحه الشيخ راح يسالك يعني اذا طيب عنده اخوته مفقود، عنده اخوت عنده اخوان واخوان نعم. يعني زين حالتهم. نعم سماحه الشيخ عندك استفسار نعم. معها هم محتاجين يعني محتاجين لو ما محتاجين عن تقول حالتهم زينه يعني اي حالتهم زينه اي نعم. طيب شكرا لك يا اخت نهله، شكرا لك. شكرا. أبو يوسف السلام عليكم. أبو يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله يا ابو مبارك عليكم وعلى على الجميع ان شاء الله تعالى على الجميع. حياكم الله. تفضل يا حبيبي. سلام للشيخ ولك ان شاء الله. الله يبارك فيك. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ابو يوسف. ابو يوسف فقط نصي لي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون اكون ممنون منك. نعم الجواب عليها ما يخالف بس نصي لي صوت التلفزيون. ناصي حبيبي ناصي. نعم ناصي حبيبي نصيته. طيب تفضل. الو. نعم الان واضح صوتك ابو يوسف تفضل. تسمعني يا ولد؟ نعم نعم وياك تفضل. اي حبيبي عالي بالنسبه لي عمري 63 سنه. عندك العافيه طول عمرك. وعندي سكر عندي دهن بالدم. نعم. وقبل فترة ما عندي مفاصل مالتي مريت في تسجيل الشكل وعندي ادوار ضبيع. طيب. فما قدرت يعني اصوم منين ما حاولت ما قدرت. هاي وحدة. فعالي بالحالة يعني شكرا عشان اسوي. طيب. السؤال الثاني. نعم. يخليك الله هل يجوز مثلا اذا وقع علي الفطرة مال طعام 60 انا انطيها للاجئين الموجودين ببغداد؟ نعم. طيب. حبيبي. طيب طيب تسمع الاجابة ان شاء الله من فضيلة الشيخ. شكرا لك يا ابو يوسف شكرا لك. طيب سمعت الشيخ الدكتور يعني الاخت نهله تسال يعني بخصوص ابنتها ولديها اطفال رجلها مفقود ويعني يحق لها ان تاخذ الزكاه او لا من هذه التفاصيل. نسال الله ان يفرج عن ابوهم ان شاء الله وياتيهم بالسلامه. امين. حقيقه اذا كانوا يعني غير محتاجين يعني وامورهم زينه يعني كان يكون عندهم مثلا ملك او راتب او كذا لا ياخذون زكاه. لأنه الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين على الأصناف اللي مذكورة. يعني حتى أنه بعض الناس يقول هذا يتيم فنعطيه. لا اليتيم إذا كان فقيرا. أما اليتيم إذا لم يكن فقيرا أيضا لا تحل صدقة عليه. قد يكون هو يتيم وعنده أموال من أبوه أو ورث أو غير ذلك. فإذا كانوا حالتهم جيدة كما تقول جدتهم يعني فليس فلا تجوز فلا يجوز اعطاء الزكاه لهم. نعم. طيب الاخ ابو يوسف يعني يسال يقول يعني هو رجل كبير بالسن وعنده سكر ومفاصل ودرار ويقول احاول اصوم ما قدرت اصوم فهل تجب عليه الكفاره ام يقضي ايام اخر؟ والله الانسان كما يقولون طبيب نفسه فاذا كان الشخص يعني حاول ولم يستطع يعني إلا بمشقة يعني واضحة وكذا ويزود مرضه ويزود علته كذا أيضا عليه أن يستشير طبيب يعني طبيب مسلم حاذق شوية يقول أنا بحالتي كذا وكذا يأذين الصوم إذا أصوم أو كذا حتى يطمئن قلبه. فإذا كان الطبيب قال له وهو أيضا شاف بأنه ما يقدر والله على الصيام نعم عليه أن يدفع فدية عن كل يوم. نعم. سمحت الشيخ بخصوص يعني صدقة الفطرة أو زكاة الفطر العفو أيضا قال أنه يجوز أعطاها نفس أي يعني السؤال. سؤال نعم. آخر يعني أعطاها للإخوة اللاجئين أو النازحين. نعم نعم يجوز أعطاها للنازحين يعني غالبا النازحون يعني قد يكونون محتاجين يعني غالبا أكو هناك من النازحين قد لا يكون محتاجا لا يجوز أعطاها لكل واحد يعني حتى تعرف أنه فعلا محتاج يعني إضافة لأنه عليه أن يجمعها في آخر الشهر أو مثلا كل 10 أيام نهاية كل 10 أيام ويعطيها لا يعطيها اللي قدام وإنما بعد نهاية الشهر أو بعد نهاية كل يوم أو نهاية كل أسبوع أو نهاية كل 10 أيام نعم هذه نعم. فدية الصيام نعم. نعم بينما إذا كانت يعني زكاة الفطر زكاة الفطر نعم. يجوز أعطاها قبل العيد قبل العيد نعم. خلال 30 يوم نعم يجوز نعم. طيب نرجع إلى موضوعنا سمعت الشيخ عن الرحمة كنا نتحدث يعني رمضان يستقبل بالرحمة من الله سبحانه وتعالى ما بقي من هذه الرحمة لله سبحانه وتعالى في بينه وبين الخلائق يعني نتحدث برحمة الله العظيم سبحانه وتعالى وتحدثنا ربما عن الرحمة فيما بين العباد لكن الرحمة بين الله وبين العبد كيف نعم. تكون والله الله سبحانه وتعالى يقول وسعت رحمتي كل شيء فرحمته واسعة تسع الخلائق كلهم ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فرحمته باقية ولن تنقطع رحمته عن الناس لأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين الحمد لله رب العالمين فليس فقط رب المسلمين أو المؤمنين فرحمته شاملة لكل خلائق لكن هذه الرحمة إنما يستحقها من يتراحم مع عباد الله
ارحموا من في الأرض يرحمكم, يرحمكم من في السماء. من لا يرحم لا يرحم, لا يرحم. والله سبحانه وتعالى يقول ارحموا ترحموا, ارحموا ترحموا, واغفروا يغفر لكم. يعني مثل ما أنت تتعامل مع عباد الله بالرحمة تأتيك الرحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا أمر ومعادلة في حياة الإنسان مع الخلائق ومع ربي سبحانه وتعالى. تريد الرحمة من الله رحمته باقية, لكن عليك أن تهيئ أسبابها. يعني شوف احنا نقرأ العفو بعض القصص والحديث النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عنها. يعني مثلا يقول إن امرأة زانية امرأة كلبا عطشان فنزلت إلى البئر فأخذت في خفها ماء فسقت ذلك الكلب فغفر الله تعالى لها. سبحان الله. لماذا غفر الله؟ حسنة ربما بسيطة, لكن ماذا تدل؟ تدل على منتهى الرحمة في قلبها, فأتتها الرحمة من الله سبحانه, من الله سبحانه, سبحانه وتعالى. طيب. نكمل الحديث بعد قليل لنشوف يمكن ويانا أم عبد الله. السلام عليكم. ألو. ألو عبد الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الله. حياك الله. حياك الله. شيخ العزيز, أولاد أخي. نعم. أولاد أخي أطفال وهم يتيمين الأبوين. نعم. يعني لا عندهم أب ولا أم. نعم. طيب. ولكن أريد نفق عليهم أموال. هل يجوز النفق عليهم؟ هم عندهم أموال. يعني عندهم أموال مثل رواتب. شيخ عندهم أموال هم. طيب. بس أريد نفق عليهم. طيب. شكرا لك, شكرا لك. طيب سمحت الشيخ, الأخ عبد الله يسأل يعني هل يجوز النفقة لأطفال يتامى وهم يعني أطفال يعني أولاد أخوه يحق لهم يطيب لكنهم ما عندهم أموال يعني. هذا مثل السؤال السابق. أيضا ما دام الأيتام عندهم أموال ومستغنين فالله سبحانه وتعالى يعني يقول لك اصرفها إلى غيرهم, فهناك أناس محتاجين أفقر من عندهم. هذا إذا كان النفقة الواجبة يعني يعني كزكاة أو فترة الصوم. أما هو يريد يتصدق عليهم ويريد يحسن إليهم فأكيد له أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى, لأن هؤلاء أولاد أخي وصلت الأقارب لها درجة عند الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كانوا غير محتاجين أيضا يؤجر عليه, يؤجر عليه. أما إذا كانوا غير محتاجين فالله سبحانه وتعالى يعني لا يجوز للإنسان أن يتصدق عليهم الصدقات الواجبة. نعم. شكرا لسماحتكم. أبو يوسف السلام عليكم. أبو يوسف السلام عليكم. أبو يوسف. أبو يوسف السلام عليكم. ما أعرف إذا كان ويانا أبو يوسف. طيب سمعت الشيخ, يعني إحنا نتحدث عن الرحمة وصلة الأقارب أيضا في هذا المسألة, يعني في مسألة الرحمة من الله سبحانه وتعالى. صلة الرحم ما علاقتها اليوم؟ الرحم هي يعني معلقة في 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 الجنة من وصلها وصله الله وكذا. الرحمة وصلة الرحم كيف الربط بينهما؟ والله واضح الرحمة كما قال الله في الحديث القدسي شققت لها من اسمي. الرحم مشتقة من الرحمة أيضا, فمن رحمة الله سبحانه وتعالى, فسماها رحم لرحمة الله سبحانه. أي ينبغي أن يتراحم هؤلاء فيما بينهم لوجود هناك صلة فيما بينهم. ولهذا من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. أي إن كما قلنا ارحموا ترحموا. ما دام هناك رحم فيما بينك وبين أقاربك لابد أن تصل هذه الأرحام, ولا تعتبر قاطعا, تعتبر قاطع رحم. ومن يقطع الرحمة يقطع الرحمة, الله أيضا يقطع عنه الرحمة. نعم. فهي كما قلنا معادلة, ارحموا ترحموا. فمن لم يرحم لا يرحم, لا يرحم. طيب شكرا لسماحتكم. الأخ أبو أحمد السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله يا أبو أحمد, تفضل يا أخي. أنا بالنسبة لي بالصيام ما أقدر أصوم لأنه عيني مضروبة ومجاد أصوم. أخي العزيز جعد يضرب الألم من عيني إلى يعني رقبتي نوبات بين يوم ويوم, لكنه ما أقدر حتى بين يوم ويوم. ممكن أنه
الشيخ شوف شنو رده يعني. نعم عندك سؤال الشيخ؟ لا. طيب شكرا لك يا ابو احمد، شكرا لك. نشوف ابو يوسف. السلام عليكم. شكرا لك يا ابو ابو يوسف. السلام عليكم. حياكم الله ابو يوسف، فقط نصي لي صوت التلفزيون اذا كنت قريب علي. السلام ورحمة الله. نعم. ما اعرف يعني الاتصال ويا ابو يوسف. السلام عليكم. ابو يوسف. نعم ابو يوسف، حاول تعيد الاتصال بنا مره ثانيه لان حتى تكون مؤمن. طيب نتحدث عن مساله ابو احمد سماحة الشيخ الدكتور. يقول يعني هو رجل يعني يمكن ما اعرف مجري عمليه لعينه او كذا، والالم ده ينزل من عين الى اسفل، فده يتاذى وما يقدر يصوم، ده يحاول انه بين يوم ويوم لكن ما ده يقدر هاي الحاله يستمر بها، فحالته كيف يعني يدفع كفاره او والله يقضي. ايضا كما قلنا يراجع الاطباء، يراجع الطبيب يعني يقول له هل لها العين لها اثر على الصوم؟ هل فيها تاثير يعني؟ ربما صار عنده دوخه والدوخه هو الالم يعني. نعم. إيه؟ فاذا كان قال لا ما يعني ليس لها تاثير قوي عليه كذا، لا عليه ان يصوم. واذا قال لا ان هذه العين يعني الان على حالتها هذه تسبب لك صداع وتسبب الام ويمكن ان يحدث شيء اخر يعني فهنا يعتبر مريضا. لكن هل يرجى الشفاء او لا يرجى؟ اذا يتامل انه يتشافى ان شاء الله، يعني احتمال مثلا بعد سنه او بعد شهرين او ثلاثه او الى طب مثلا فهذا لا ينتظر ويبقى صيام رمضان دين في ذمته. اذا كان لا هذا المرض دائمي ولا يمكن له علاج، لا يمكن في الوقت الحاضر يعني لا يمكن له علاج، فهذا يدفع عن كل يوم فدية طعام مسكين. نعم. طيب شكرا لسماحتكم. الاخ ابو علي. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله يا ابو علي. حياكم الله. تفضل يا ابو. حياك الله. تفضل. السؤال حضرت الشيخ، عندي عمتي حالها شوية ضعيف يعني فترة الصوم تجول عليها ما تجول. صحتها؟ لا حالتها والله عدها جميلة طيب، بس لا عم نزحة وهاي النزوح وهاي يعني حالتهم تعبانة في الحول في لاحتهم ما جاوبت. طيب في قلة فترة من عندنا يجوز ما يجوز، هي عمتي وعدها أخوان أبوي عم طيب وأخوانها. طيب فنسأل بيها يجوز ما يجوز. طيب لها أبناء؟ عندها أولاد عمتك يا أبو علي؟ يعني أولاد عندها أولاد؟ والله أولادها من 6 سنين وجوا. أها صغار. طيب طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. نسمع جواب إن شاء الله. إن شاء الله تسمع الإجابة الآن من فضلة الشيخ الدكتور. شكرا لك يا أبو علي. سمعت الشيخ يعني سؤال. طيب نشوف أبو أحمد. السلام عليكم يا أبو أحمد. ألو حياك الله يا أبو أحمد. تفضل أبو أحمد. حياك الله أبو أحمد، فقط اسمعني من التليفون إذا تقدر. ما أعرف يعني أبو أحمد وياي أنت. طيب حاول تعيد الاتصال بينا مرة ثانية يا أبو أحمد. طيب سمعت الشيخ يعني يسأل أبو علي عن مسألة نعمته يعني حالته ضعيفة ويقدر يصدق عليهم أو صدقة الفطر أو الفطرة إحنا نسميها مثل ما يقولون. إذا كانت محتاجة وما عندها معيل يعني تقول أولادها صغار أو كذا وما عندها معيل اللي يكفيها أو ربما لها معيل لكن عائلته أيضا ضعيفة يعني أيضا أموره ضعيفة ورآها محتاجة لا بأس بذلك، ويعتبر صلة رحم أيضا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلة وصدقة. اللي يصدق على أقاربه المحتاجين يكون أقاربه ومحتاجين إلى أجرين، أجر القرابة وأجر الحاجة. شكرا لك إن شاء الله. إن شاء الله. نضال. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله أخي العزيز. حياك الله. تفضل يا أخي. مثل فضيلة الشيخ. نعم يسمعك الآن فضيلة الشيخ الدكتور. تفضل. الشيخ العزيز، أنا عندي أختي حالتها شوية ضعيفة، زوجها معوق، يحل يعني فترة الزكاة. طيب زكاة الفطر تقصد مو؟ نعم. طيب شكرا لك يا أخي، شكرا جزيلا. سمعت الشيخ بخصوص سؤال الأخ نضال يعني ربما يشبه السؤال السابق.
لكن هاي عمته اخته يعني الان بدينا نتقرب يعني جاهز حتى لو كانت اختها ما دام محتاجه وزوجها معوق ما والمعيشه صعبه يعني عندهم فلا باس بذلك ان يعطيهم الزكاه وزكاه الفطره جاهز ان شاء الله ان شاء الله تعالى. طيب سمعت الشيخ ما بقي من الرحمه يحب ان تتحدث به الى المشاهدين؟ والله موضوع الرحمه موضوع واسع جدا بس احببت انه اتكلم عن رحمه العاصين والمذنبين. طبعا الانسان لما يكون مؤمن والحمد لله يعني يرى انه صاحب ايمان انه طائع لله سبحانه وتعالى. لما يرى انسان اخر عاصي ربما يستحقره ربما يستهين به ربما لا يتعاون معه ربما لا ينصحه ربما لا يمد يد العون له نهائيا فهل هذا أيضا يحتاج إلى الرحمة ومشمول بالرحمة أيضا وهو عاصي مذنب؟ لا شك أن الإنسان كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والإنسان هو يعني طبيعته أن يخطأ سيدنا آدم وغير ذلك من بني البشر معلوم ذلك فلهذا يجب أن نتعاون مع هؤلاء الخطائين يعني بعين الرحمة أولا نرحم عصيانهم وذنوبهم لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى فهذا سيكون من أهل النار فكيف لا ترحمه؟ إذا كان شخص من أهل النار ألست تريد أن تنقذه؟ لا تجعله هكذا تجتمع الشياطين عليه كما يروى أن أبا الدرداء رضي الله عنه رأى أناسا في يوم من الأيام رأوا عاصيا فأخذوا يذمونه ويشتمونه ويعيرونه وغير ذلك فأصبح في حالة مزرية ذلك العاصي فنادى عليهم قال ويحكم لو كان هذا الشخص قد وقع في بئر ماذا تفعلون؟ قالوا نمد يدنا له ونخرجه قال كذلك الآن هو وقع في المعاصي فبدل أن تلعنوه وتسبوه وتشتموه أيضا عليكم أن تنصحوه وتأخذوا بيده لأنه ربما أغواه الشيطان ولهذا لا تكن عونا للشيطان على أخيك أنت من سبيته واشتمته الشيطان يفرح أيضا هذا ملعون وتلعن أنت إذن خرج من رحمة الله بدل ما هذا تنصحه وتدعو له وتستغفر له حتى يكون قريبا منك ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك لما شوف إنسان واقع لا تظهر الشماتة والله فلان كذا فلان كذا لأنه أنت معصوم لست معصوم فقد تقع بالذنب نفسه وهو قد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي عليك أن تترحم به وأن تعطف عليه وأن تأخذ بيده هذا ماذا يجرنا يا أخي يجرنا إلى أنه كثير المجتمع الآن فيه عصاة ومذنبون وكذا يجب أن نتعامل معهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصحهم وإرشادهم لعلهم يرجعوا إلى الطريق الصحيح ونلقي عليهم كلمات هذا كافر وهذا مرتد وهذا خارج عن دين الله وهذا كذا طبعا لا تبقى هناك رحمة والمجتمع سيكون متفككا فبدل هذا أن تكون هذه الرحمة هي التي تجمع شكرا لسماحتكم فضيلة الشيخ الدكتور مشعان العيساوي عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي شكرا جزيلا لك أيضا الشكر موصول لمشاهدي ومتابعي قناة سمراء الفضائية أينما كنتم نستقبل أيضا وجودكم معنا يوم غد بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا فضيلة الشيخ بارك الله خير.